هذاك الطفل اللي دار صرخه اغاثيه زعزعت الوطن. احنا وصلنا للدوار في امان الله وحفظه. شكون هذا؟ هذا البطل عبد السلام. على السلامه. اخبارك؟ حنا جينا على ودك. المغاربه كاملين تفاعلوا مع النداء ديالك وهذيك الغوته ديالك. اي 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 سي عبد السلام تفركيس. شرفة، بعد مرحلة جميع الإعانات الغذائية في الرباط، حنا في مرحلة الدار البيضاء، فين غيكون جميع الألبسة والأحذية اللي غتمشي لدوار إيت عباس، الدوار ديال عبد السلام، هذاك الطفل اللي دار صرخة إغاثية زعزعت الوطن، زعزعت الدولة، ولكن بينات المعدية ديال المغاربة، المغاربة اللي داروا واحد المجهود خرافي هيلماني، حنا في عطاء ما فهمنا والو، قافلة جمعات في واحد الظرف وجيز، شنطن، تبارك الله عليكم المغاربة، تبارك الله عليكم، كنرفعوا لكم القبعة، شابو، شابو أفو لي ماروكان. ما كيما كتشوفوا لي بوت الاحذيه اللي غتمشي للوليدات، راه مجموعه ديال الكراتن كلها عامره بلي بوت، زيد عليهم الالبسه، هاد لي دودون وهاد الجاكيطات ديال البرد اللي غتمشيو للاطفال والسكان ديال الدو. هادشي دابا حنا كنتسناو في الكاميون اللي جاي من الرباط، اللي جاي محمل بالاعانات الغذائيه باش نزيدو نبلاصيو فيه هادشي. دونك ما كاينش مشاكل، الكاميون غاش طريق اليوم باش يوصل غدا ان شاء الله، ويفرحوا هادوك الناس كاملين في الدوار. الشرفه كم يوصل السرعة؟ على بركة الله عملية التحميل بدات، ان شاء الله هادشي يوصل في امان الله، ما كاينش مشاكل، تبارك الله عليكم لي ماروكان كاينين. صافي الكاميو هز السلعة، توكل على الله، ديمارا باش يوصل غدا ان شاء الله، يكون تما في الدوار. حنا غنديرو الديبار مع الفجر باذن الله. تبعوا معنا مغامرة ديال غدا باش تشوفوا الضحكة ديال الوليدات ديال الدوار. طرفة حنا شادين الطريق، ان شاء الله نوصلوا بخير. معنا مسيو الطاهر احسن بوكس في شمال افريقيا، معنا مسيو حمزة مسيو حكيم واحسن كرياتور دوني في العالم العربي. حنا دابا وصلنا للحفلة ديال بني ملال، مابقاش لنا بزاف وندخلوا ليها، من بعد غنشدو الطريق ديال الازيلال باش ندخلو في لي فيغاج وداكشي ديال الجبال. راكم متبعين معنا لي ستوري نو زابي غيان. شرفة واخا الطريق طويلة وفيها شوية ديال الدخان وداكشي ديال الفيراجات، كاينة الانيرجي، شوف كاينة الانيرجي، الحماس كاين. هما الشرفة مفيش مشاكل، مفيش مشاكل. احنا قربنا للدوار، مابقاش لينا بزاف، دونك بقاو معنا باش تتبعوا المستجدات، تكتشفوا الدوار وتلاقاو مع مسيو عبد السلام. مسيو عبد السلام البطل ديال بدايه 2021. صح، احنا وصلنا للدوار في امان الله وحفظه. الكاميو راه سبقنا طول طالغ، دابا غنمشيو نشوفوا نيشان. يعني ماغلي مسيو عبد السلام البطل. مسيو عبد السلام، هذيك هي الدويره ديال عبد السلام. حنا غادي عندو الدار نتسناو تما حيت هو باقي في المدرسة، نشربو شي كويزيل اتاي بين ما جا البطال. سير كيداير الظروف ديال المعيشة عندك؟ ماشي المعيشة شي شوية، هو هذا سيرتو هاد الظرفية ديال التلج ديال البرد، كاين نقص بزاف البرد. ناقص ناقص، ما كاينش الحوايج، ما كاينش الحوايج، مع الجبل مع التلج مع الخضره. كيفاش تجي تنطنز قيت لخمش ديال البو بدات تنطنز كويس 3 شهور. الفرقه في 3 ل 5 شهور. سلعه صعيب باش توصل لهنايا. وايه الا كاين تشري الخضره ب 120 بطاطا وخيزو. دابا تاخذ الخضره ما كتوصلش، لا توصلها تاني قطع التلج على حساب التلج. والله باش ندير راه مكرفسي. عارف احنا شنو انتوما شفتوا الحاله ديال البلاد، ان شاء الله باقي غتكون مساعدات اخرى ان شاء الله. ما وصلهمش، ما وصلناهمش المساعدات، راه تا هما دخلنا البروغرام ان شاء الله باذن الله. الله يجزاكم بخير، ما يكون الخير. انتوما جبتوا شفتوا في عينكم شفتوا الحاله ديال البلاد. لا اله الا الله. فاطمه منين جايه دابا؟
سكيو شتي سكيتي؟ ها جاي هزات تقل هذا ضابط هذاك الجبل كامل من الواد من الواد اشوف هو انتم الواد مركز الماء ما واصلش لهنايا لا ما واصلش لا هو غيوصل ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله غيوصل ان شاء الله راه واحد الله يرحم الوالدين شكرا لوبجيكتيف الثاني كاينش مشاكل تبارك الله على لاله فاطمه انا ندير التحفر وانا ما دقصش ان شاء الله ان شاء الله شوف تفاعلوا خيرا تجدوا كلشي فيه الماء جينا دابا عينا الوضعيه وان شاء الله ما يكون الخير ان شاء الله الله يجزيكم بخير كنتم عجبتكم نتوما انا معايا احسن فساكيس كاينين في دوار اي تعباس لاباس لاباس نشطين نشطين ما كاينش مشاكل عطاء كتشارك الطعام اييه نشارك الطعام مع دار ايوا الحمد لله السلام ان شاء الله تكون محبه دائمه ونزوركم ان شاء الله وان شاء الله انتم تزورونا ان شاء الله والله يجعلها محبه دائمه باذن الله امين شكون هذا البطل عبد السلام على السلامه لاباس بطل المغرب بطل بدايه 2021 المنطقه ان شاء الله غتكون بخير بفضل الطفل باذن الله عبد السلام البطال اخبارك حنا جينا على ودك المغاربه كاملين تفاعلوا مع النداء ديالك وهذيك الغوته ديالك انت راه ماشي طفل انت راه رجل خصك تكمل القرايه ديالك ان شاء الله هذه المنطقه هذه غتنميها انت وخوتك انت وصحابك ان شاء الله ان شاء الله باذن الله كلشي غيكون بخير ان شاء الله دير لي شي ضحكه مزيانه للمغاربه وقول لهم شكرا 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 للمغاربه شكرا للمغاربه اي 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 سي عبد السلام تفركيس سي عبد السلام تفركيس سي عبد السلام الغزال البطل هادشي مسيطر لك خوتك المغاربه اللي كيبغيوك واللي تعزيز عليهم عبد السلام ضرب ليا ويلي 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 الكشكولا والتني عبد السلام ويلي ويلي سلام عبد السلام غتوعدني غتقرا مزيان غتقرا مزيان ان شاء الله ما يخصك حتى شي خير وداك الشيء كامل اللي غتبغي توصل ليه في حياتك توصل ليه ولكن توعدنا غتقرا وديما تجيب مزيان واخا انت رجل انت ماشي طفل انت رجل عظيم الشرفه المهم ما سالاش ديال اليوم حنا غنديماريو رجعوا حالاتنا للدار البيضاء داو معنا تيسر الطريق سعر مكاينش مشاكل تفاعل الله يعاون الله يعاونكم السلام عليكم السلام عليكم الله يعاون